وده في الحقيقة انا اتعلمت يعني من الفيلم ده ان احنا ما ينفعش نتكلم على الجمهور، يعني انه ما فيش حد فينا له الحق ان هو يتكلم مكان الجمهور او يلوم الجمهور. احنا كل اللي المفروض نعمله ان احنا نحاول نقدم للجمهور رأينا او فننا اللي احنا مقتنعين بيه ونسيبها لله وعلى قرار الجمهور نفسه اللي هو يخشك فيه. الفيلم الحمد لله انه يعني فخري بالفيلم، مش مجرد انا بطل، والله لو كان له بطل تاني كنت هفرح، لانه فخري بالفيلم وفرحتي بيه ان النوع ده من الافلام بينتصر بيلاقي جمهوره وكثافه وبيرجع شرايح كبيره جدا من الجمهور للسينما، وبيأكد على ان المصريين لما تسجلهم رساله محبه. على فكره الفيلم ده رساله محبه. أقوى موقع فني في مصر.